إذا مشاهدينا صار وقت الفقرة الفنية الأسبوعية مع زميلتنا أروى الباشا معدة ومقدمة برامج فنية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد هناء. يعني عادة تمام الحمد لله، عادة بتكون أخبار برنامجك بيت الفن بنهاية المحور أو الفقرة يعني، بس ما فينا إلا نبدأ مع كندا علوش كانت ضيفتك امبارح. شو المحاور اللي طرحتوها؟ شو أهم السكوبات الحصرية اللي أعطتك إياها كمان؟ صحيح امبارح خصصنا للنجمة السورية كندا علوش حلقة خاصة صراحة. يعني أنا عادة برنامجي أول شيء بنستعرض فيه أخبار، شوي جولة إلكترونية على صفحات الفنانين، بعدين بيجي اللقاء الحصري مع الضيف يعني. لكن امبارح يعني الحلقة كانت من أولها لآخرها مع النجمة السورية كندا علوش، يعني حوار على مدى 40 دقيقة كان تقريبا، أخذنا فيه كتير أخبار كتير سكوبات حصرية رح أحكي يعني أهمها. هلأ بداية بدي أخبر المشاهدين أنه هي رح تطل على جمهورها بموسم دراما رمضان 2015 ضمن مسلسل مصري اسمه مسلسل العهد. يعني هذا مسلسل فانتازي يعني لا يدخل إطار الزمان والمكان، في يعني غير محدد الزمان والمكان، يعني هو يعتمد على قصص الخيال الشعبي، يعتمد على الفانتازيا. يعني أي أول تجربة يمكن لها بهال، هي التجربة الأولى لها بهذا المجال، لهيك هي كانت كتير متشجعة ومتحمسة يعني أنه تخوض هي التجربة. وقت سألتها يعني عن سبب اختيارها للعهد تحديدا، إضافة إلى أنه بتتعامل مع نفس الكاتب والمخرج يلي كتبوا نيران صديقة يلي قدمته هي تقريبا بال 2013، وكانت تجربة ناجحة جدا. وإضافة إلى أنه العمل بيجمع مجموعة من النجوم المصريين، بنذكر منهم غادة عادل، أروى جودة، يعني إضافة آسر ياسين أيضا، إضافة إلى مجموعة من الأسماء. كمان هي بدي اكشف انه حتطل بشخصيه سلبيه للمره الاولى خلال مسيرتها الفنيه، هي ما قدرت كثير تكشف يعني عن طبيعه هي الشخصيه. شركه الانتاج يبدو في تحفظات كبيره يعني على ادوار النجوم، لكن هي حتطل بدور جديد تماما على اداء وفق ما صرحت يعني. تمام. حتى يعني اذا بدنا نحكي كمان عن المحاور الثانيه اللي تطرقنا لها بالحوار امبارح، سالتها عن رايها بتناول الاحداث الساخنه اليوم بالدراما السوريه وبالدراما العربيه، فهي تفضل يعني اذا بدنا نحن نتناول هي الاحداث نتناولها بشكل انساني، يعني نركز على الشق الانساني وليس السياسي. وكمان قالت يا حبذا يعني لو نحن ما ننحاز لاي طرف، سواء هذا الطرف او هذا الطرف بالطرح، لا نحن ننحاز لهدول الناس يلي تهجروا، للناس يلي اليوم يعني عم بيعانوا الامرين، يعني نطرح قصصهم معاناتهم، ولا مانع كمان من فسحه من الامل يعني تكون ضمن هي الاعمال. بس برايك، ما بعرف اذا حكيت انت وياها بالموضوع، بس شو رايك بالتراجع للأسف بالدراما السورية الحاصل حاليا؟ يعني هي صراحة ما انتقدت أبدا هي التراجع، يعني في بعض الفنانين بينتقدوا هذا الشيء، تراجع مستوى الإنتاج، الدخلاء الجدد على المهنة، يعني عدم كون الدراما السورية بالمصاف الأولى كما المعتاد. لكن هي بررت بشكل أو بآخر، قالت أنه البلد ما عم بتعيش وضع طبيعي طبعا. أبدا، وهذا الشيء صحيح مبرر يعني مبرر أكيد، فما بالك يعني إذا القطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والحياتي كله متراجع، ما بالك يعني بالقطاع الفني يعني يشهد تراجعات كبيرة، وهذا الشيء مبرر يعني حسب ما هي صرحت. نعم، دائما في لوم يمكن أو عتب على نجمة سورية الكبيرة كندا علوش إنها عم تتوجه كتير للأعمال المصرية. صحيح. ما بعرف، وهلأ عم نشوفها كمان إن شاء الله برمضان بمسلسل عهد اللي عم بتقول. صحيح. يعني هلأ هي إذا بدنا نحن نبلش مع كندا علوش إنه أمتى اتجهت لمصر، هي اتجهت ما قبل الأحداث والثورة إلى مصر. يعني في فنانين بعد الثورة صراحة صار عندهم هذا التوجه الأكبر نحو مصر، لكن كندا كانت من أوائل الفنانين يعني اللي اتجهوا لمصر وقاموا ببطولات يعني مسلسلات وأفلام. صحيح. يعني كانت بداياتها مع أهل كايرو، وكان في عندها فيلم اسمه أولاد العم، كمان فيلم مصري أخذت فيه دور فدائية فلسطينية، لذلك الجمهور بيفكرها صراحة لكندا فلسطينية الأصل أو أردنية، لأنه أطلت بدور فتاة فلسطينية أكثر من مرة. هذا السؤال حتى يعني على الواتساب بالمشاركات كانت أغلبها أنه هل الفنانة السورية، هل كندا علوش فنانة فلسطينية؟ لا، أنا بدي أقول لهم أنها فنانة سورية الأصل يعني. طبعاً. تماماً. فكنا نحن عم نحكي عن محور يعني أنه هل هي تتجه أكثر للدراما المصرية، تفضلها على دراما بلد السورية؟ لا، هلأ هي العام الماضي صحيح كان عندها إطلالتين ضمن عملين مصريين، دلع البنات ومسلسل آخر أيضاً، لكن بال 2013 حرصت على التواجد بعمل سوري هو سنعود بعد قليل. فعلاً. أيضاً بال 2012 كان عندها الولادة من الخاسرة، وكان عنده كمان مسلسل
بنات العيلة أيضا للمخرجة. إن شاء الله عليها نشيطة. والجميل أيضا إنه هي متبنية رسالة يعني صحيح. حتى لما عم بتجسد أدوار فتيات فلسطينيات لأنه هي منتمية لقضية وجودية إنسانية مهمة جدا. صحيح. ضل شيء عن كندا ولا أنت إلا يا صبري؟ يعني هلأ إذا بدنا نكمل بدي خبر الجمهور إنه هي السنة يمكن ما تطل هي بعمل سوري، لكن يوجد عندها عدة قراءات يعني لمسلسلات سورية والأعمال العربية مشتركة. بس بدي أختم بقصة الأعمال العربية المشتركة. سألت عن سبب ابتعاد عن هي الأعمال، يعني كلنا بنعرف أنه هي حاليا تجتاح يعني سوق الدراما العربية عموما، رغم أنه هي كانت من أوائل المشاركات بهذا النوع عبر مسلسل مطلوب رجال، نمط السوب أوبرا كان يطرح لأول مرة بالدراما العربية. فقالت لي أنه هي بتخاف توقع بفخ الملل، يعني أنه المشاهد وقت عم بيشوف هذا النجم على مدى مثلا 90 حلقة أو 100 حلقة أنه يمل إذا ما كان الدور كتير متميز، طبعاً. إذا ما كان طبعاً. الظهور كتير مدروس. فهي يبدو عندها شوية خوف يعني من هذا النوع من الأعمال، لكن لا مانع إذا كان كتير دور متميز يعني إنه هي تشارك فيه مستقبلا. نتمنى لك كل التوفيق أكيد، ونوجه لها تحياتنا الكتير كتير. إذا بدنا ننتقل ليارا صبري، يارا إلى 5 سنين تقريبا صحيح. بعيدة كل البعد عن الدراما، شو سبب هالقطيعة وهلا الرجعة كيف رح تكون قوية؟ شو بتعرف؟ أي صراحة يارا صبري يعني فاجأتنا هذاك اليوم الأخبار يلي انتشرت إنه هي تشارك بمسلسل سوري بتوقيع المخرج السوري الكبير هيثم حقي. المسلسل يحمل اسم وقت مستقطع، أنا كنت حكيت عنه بحلقات سابقة مصدر. كان يحمل اسم مبدئي وجوه وأماكن كان صح. الاسم بس يعني تم تغيير الاسم إلى وقت مستقطع صحيح. يعني هلأ يارا غايبة عن الدراما السورية من 2011 تقريبا، متذكر مسلسل جلسات نسائية وقتها كان بطولة أمل بوشوشة، نسرين صح. طافش، مجموعة من النجمات العربيات. بهذا المسلسل وصبا مبارك اعتقد كان صبا مبارك لا ما لا. كانت مشاركه فيه اوكي كان في شيء ثاني بس مع صبا يارا وصبا جلسات نسائيه ما جلسات نسائيه جلسات نسائيه لا ما كان في ظهور لصبا مبارك لا كان اخر الى ظهور لصبا مبارك بالمناسبه بالاعمال السوريه ضمن مسلسل الزعيم، هو مسلسل بيئه شاميه، يعني هذا كان الظهور الاخير لها من وقتها. بعدين اتجهت شوي لمصر وشوي للاعمال الاردنيه، كان عندها مسلسل زين مع قيس الشيخ نجيب. تماما. هلا بالعوده ليارا صبري، فكان هذا العمل بال2011 اخر عمل لها، ومن بعد الاحداث صراحه هي انتقلت للاقامه بالامارات العربيه المتحده الى جانب زوجها المخرج السوري ماهر السلابي. ومن وقتها يعني هي كانت حتى مبتعدة عن الساحة الإعلامية، يعني كانت ما عم بتفضل اللقاءات الإعلامية الحوارات، ولا حتى عرض عليها مجموعة من الأعمال، لكن يبدو أنه بسبب الظرف يا أما لم تكن هي الأعمال مقنعة كما يجب يعني حتى هي توافق عليها. لكن بدي خبر المشاهدين أنه هي حتطل بدور محامية ضمن هذا العمل، يعني العمل هو عبارة عن 30 حلقة، كل 10 حلقات عم يطرحوا قصة معينة، يعني هي مستمدة القصص من الواقع السوري، من حكاية أيضا السوريين في ظل الثورة والمعاناة يعني وشو صار معهم والتهجير وهي القصص كلها. فهي حتطل بعشر حلقات كبطلة رئيسية يعني يارا صبري بهذا العمل. نعم. إذن وجوه أماكن صار اسمه وقت مستقطع. تمام. في خصوصية تانية لإله؟ هلا المسلسل صراحة يحمل خصوصية كتير كبيرة، إضافة إلى أنه يارا صبري إلى 5 سنوات ما أطلت وحتطل بهذا المسلسل، كمان المخرج السوري هيثم حقي يعني كان غائب عن الدراما السورية منذ 2008. إذا منتذكر آخر عمل قدمه هو مسلسل أولاد الإمارية والحصرم الشامي، وقتها عرضت على قنوات مشفرة هي الأعمال، يعني كانت هي آخر أعمال. بعدها ابتعد كتير يعني لم يكن له أي أعمال درامية، كان له بعض الأعمال السينمائية طبعا. فهي خصوصية تانية لهذا العمل. الخصوصية الثالثة أنه هذا المسلسل يصور بمدينة مرسين التركية، يعني هي بنشهد تصوير أول مسلسل سوري ضمن تركيا. يعني دائما الأعمال السورية عم تنزح، إذا فينا نقول للأسف يعني عم تنزح يا أما على بيروت يا أما على مصر بعضها يا أما على دبي، يعني كأعمال عربية مشتركة، لكن بتركيا هذا العمل الأول يلي يعني رح يتم تصويره. نعم. من سوريا وأخبار النجوم السوريين للبنان، في خبر عم بيقول إنه جورج الراسي ترك أو انفصل عن مرته، عرضت أزياء هي أعتقد جوال حاتم صحيح. شو بتقولي؟ قديت هالخبر؟ هلأ
كان في كثير اخبار متضاربه صراحه. يعني هلا هي شلون القصه بلشت؟ عبر تغريده على تويتر اعلنت هي عارضه الازياء اللبنانيه جويل حاتم انه هي انفصلت عن زوجها جورج الراسي اثر خلافات كثير كبيره، يعني هو ترك البيت وقرروا الانفصال. ما في بعد يومين بتكتب تغريده ثانيه بتنفي هذا الشيء وبتقول انه لا انا هكر بركان الاكونت. لا لا لا، قالت انا ندمانه، يعني انا كنت كثير معصبه بوقت كتبت هذا الشيء. انا ما بعرف يعني هذا نوع من الضجه يعني حواليهم، نوع من انواع لفت الانتباه. انا بعتبره لانه صراحه يعني هيك حالات يعني مو لعبه القصه، انه انت تعلني شيء مفصلي بحياتك يعني بعدين ترجعي تنفيه بطريقه ثانيه تقولي انه انا ندمت. وهو جورج الراسي كمان قال انه لا الامور رجعت لمجاريه وهيك. بالتاكيد وخاصه مع سرعه انتشار يعني هالاخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الخبر كثير انتشر ومثل ما قلتي هنا العالم ما عاد عرفت يعني هل هن عن جد انفصلوا او هل هن عن جد رجعوا، في ناس هكروا الحساب. لا فهي القصه بالمجمل بس بتذكرني هي الشغله صراحه من السنه الماضيه كمان امل عرفه وعبد المنعم عمايري كمان نفس الشيء على الفيسبوك، كمان اعلنت امل عرفه خبر انفصال وطلاق يعني كمان بعد فترة قالت إنه لا أنا ندمت وأنا رجعت لعبد المنعم. لا بتشعر بالفعل إنه أحيانا بيكون بدهم حدا يضوي عليهم أو لفت ممكن. نظر لفت انتباه قد يكون يعني. بالرغم من إنه كتار منهم يعني مش بحاجة إلى هالنوع من أنواع الدعاية. غسان مطر الله يرحمه طبعا الوسط الفني والإنساني أيضا فقد شخصية فنية وإنسانية أيضا مهمة، يعني عمره 77 سنة. صحيح. انضوي هيك بعجالة على مسيرته الفنية. هلأ هو بداية بدي خبر مشاهدين انه هذا مو اسمه الحقيقي غسان مطر، اسمه الاساسي عرفات المطري. هو ولد يعني طبعا بلبنان وعاش بالمخيمات اللبنانيه، بعدها صار ينتقل بين مصر ولبنان يعني كاعمال دراميه. يعني هو اشتهر بكمان الاعمال التي تحمل الهم الفلسطيني، اعمال الكفاح الفلسطيني ايضا. ظهر بدور الشرير، كان دائما الادوار السلبيه هي الطاغيه على ادائه. بذكر من اهم اعماله يعني فيلم الأبطال إلى جانب فريد شوقي وأحمد رمزي. بذكر كمان من أعماله كلنا فدائيون، أيضا كمان في من أعماله الطريق إلى إيلات كمان كان له ظهور متميز جدا، أيضا بفيلم فتاة من إسرائيل. يعني صراحة يعني إذا بدنا نحصيهم أكثر من 60 عمل بين أعمال درامية وأعمال سينمائية، وأيضا كان له مشاركات بالمسرح. فمسيرة فنية طويلة يعني جدا لهذا الفنان، وخدم يعني فيها بالفعل يعني قضية الفلسطينية والمقاومة أيضا. جدا جدا يعني فالرحمة لروحه أكيد ومنعزي يعني طبعاً. الوسط الفني بكل العالم العربي يعني بفقد ورحيل الفنان الفلسطيني غسان مطر. دايما يعني يوم الأحد احنا هيك بنستناه لأنه بالفعل بيكون مميز بإطلالتك معنا بجولة الصباح. أهلا وسهلا فيكي أروى الباشا وحضرتك ضيفتنا الأسبوعية. أهلا فيك. أهلا فيك. شكرا ومشاهدينا فاصل ونرجع وإياكم بأخبار الاقتصادية، خليكم معنا.